بعد الجهد المبذول من الاتحادية وعلى رأسها السيد الرئيس أمين زبيري والمدربين الوطنيين اللي قاموا بعمل جبار لنيل كل ما حصدوا عليه من ميداليات ذهبية. والله الدورة جاءت في جو ممتاز خاصة من جانب التحكيمي، وإن ما كان حتى أكلاماسيون من أي بلد الحمد لله، خاصة بعد عملية الرسكلة اللي قمنا بها على مستوى الوطني والدولي، وإن تحصلنا الآن على خمس حكام دوليين الحمد لله، واللي قاموا بتأطير هذه الدورة خلال الخمس أيام اللي قمنا بها.